السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. رجعنا لكم بحلقه جديده، وان شاء الله بهاي الحلقه راح نجاوب على اسئله. طبعا بخصوص الانتاج، نفس كل مره ماكو انتاج. ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله راح يصير انتاج، ونصور لكم شكل شيء جديد. بهاي الحلقه حبيت اجاوب على كم سؤال سألونا بالفيديوهات القديمه، فجبت انقل خلي اجاوب على هذا بهاي الفيديوهات. فنبدأ بأول تعليق. التعليق الأول يقول إيش قد الشبه ضرورية للحمام الملكي، وإيش قد لازم تدخل، ويا هي الأحسن يعني الصبح لو مال العصر. طبعا من الشمس ضرورية حيل الحمام الملكي، كلش ضرورية الشمس للحمام الملكي، وخاصة شمس الصبح. طبعا هي الشمس كلها مفيده للحمام الملكي، بس اهم شيء شمس الصبح، يعني بيها فوائد اخوان. الساعات المطلوبه يعني يكون تدخل فد اقل شيء 3 ساعات وانت صاعد، الشمس تدخل الاقفاص او المحميه او الخانات، فضروري تدخل الشمس يعني للمحميه. هذا اول سؤال. السؤال الثاني يقول ليش النثيه تشمر البيض من الحلة؟ العفو. شباب الحمام الملكي، مو بس الحمام الملكي، اي طير يحس بالبيض من يفسد، يحس بالبيض اذا خرب، فبهاي الحالة يريد يبيض مرة ثانية، فيحاول يطلع البيض منها بالحلة مالته على مود يبيض مرة ثانية، فشغلة طبيعية. يذب هذا لان خربان، وانت اذا ذبته يعني تحاول تفحصه تشوفه تلقاه خربان، او حتى اذا مكسور تلقاها خربانة او فاسدة، فراح تشوف هاي، راح تلاحظ عليها هاي العلامات. والسؤال الثالث شباب، هنا يقول الاخ جاي يواجه مشكلة بنمو الافراخ، واحد نمو طبيعي والثاني يصير اضعف. هاي الشغلة تصير، تعرفون يعني انت اذا ملاحظ طيورك الملكي تفقس هو البيضة ورا يوم او يومين، يعني اكثر شيء ورا يومين تفقس البيضة الثانية، فتعرفون انتم الحمام الملكي نموه سريع، ففرق يومه يعني يصير يبين فرق كبير، يعني اذا اول واحد فقس ورا يومه يعني يفقس الثاني، فشي طبيعي راح يصير واحد كبير وواحد صغير، فشغلة طبيعية ما بيها اي مشكلة، فراح يكبرن ويصيرن يعني نموهن طبيعي، فيعني هاي الامور كلها طبيعية لا تخاف عليهن ان شاء الله. السؤال الرابع يقول الاخ عندي زوج بيضا، واحدة فرخت والثانية بيضة ما شادة، اول سبب هاي البيض ما يشد السبب الحر، والسبب الثاني انا شارح بفيديوهات قديمة الفحل والطيارة دائما قصر الريش الدائر ما داير المخرج مالتهم على مود يصير اللقاح مضبوط، مرات الفحل ما يلقح صحيح فبيضة تشد وبيضة ما تشد، ومرات اثنين ما يشدن، فهاي الدائر ما داير المخرج هذا ينقص بمقص صغير وتقدر هيك تقصه على مود يصير لقاح مضبوط. واذا كان يعني الجو حار بايام الحر تقصد، فهذا سبب الحر بس يكسر الجو ان شاء الله الامور تمشي عدل. وهذا السؤال شباب يقول النثية هم تغرد؟ النثية هم تغرد، هم تطلع صوت مثل صوت الفحل تقريبا، بس انصى يصير، والنثية ما ترفع ذيلها، بس يعني مجرد تطلع صوت، ومو بكل وقت. اكثر شيء تصير هاي الحالة تطلع صوت النثية من هي زايفة يعني جاهزة زيادة، او من فرخة هي فتخاف على فراخة، او اذا افراخة استوى مطيرا من تنام بالعش تصيحن، يعني خاصة المغربية تصير هاي الحالة، فتصدر هذا الصوت على مود الافراخ تجيمها، فمو بكل وقت هذا الصوت، يعني مرات يطلع هذا الصوت النثية. والاخ هنا يقول السلفر ايش قد سعره؟ السلفر سعره من 100 لحد 150 اعتقد هيك، لان الصراحه انا ما جاني، بس حسب ما جاي اشوف الاخوه جايين يشرون يعني بالجروبات هاي اسعاره الماشيه من 100 الى 150. ومعلومه شباب، الحمام الملكي كله يعني اي لون بالوان يعني حلوه، واكو الوان يعني مثلا عسلي، اكو بالوان عاديه عسل عادي، واكو الوان كلش حلوه تصير، وحتى مرات يجي عيون حمر، فكل كل ما يصير احلى وكل ما يصير مواصفاته اقوى كل ما يصير سعره اغلى،
فالسيلفر نفس الحالة، كل ما يصير أحلى كل ما سعره يغلى، يوصل لحد 150 إذا مو أكثر. وهذا السؤال يقول له الأخ عندي محمية بس جاي يسعقن الأفراخ. هاي إذا كانت محميتك صغيرة، طبعا صارت عندي أنا، كانت عندي محمية صغيرة وكانت فيها طيور هواي، فمن يعني الطيور يجي ينام من فوق هاي الطيرة المفرخة استوى مفقسة، فالفرخ يختنق ويموت. إذا كانت محميتك صغيرة فنصيحة كبرها أو تخفف من الطيور، إذا كانت عندك طيور هواي فخفف من عتر، إن شاء الله ما صار عندك هاي الحالة. وهذا السؤال الأخير من ذن اللي اختاريتهن، طبعا هواي أكو أسئلة بس أنا اختاريت ذن الأسئلة على مدى جاوب عليهن حتى الفيديو ما يصير طويل ويصير ممل. السؤال الأخير يقول أخي إيش قد قياسات محميتك؟ قياسات محميتي أنا شارح عليها بفيديو بس عم نوضح. الطول مالتها هذا الطول هاي من هنا لهنا هاي 4 مترات، والعرض مالتها 3، والارتفاع مالتها 2.20 متر. هاي قياسات المحمية، وإن شاء الله بحيل الله إذا الله وفقنا إن شاء الله هاي الأيام راح نسوي عليها تعديلات ونكبرها، راح نكبرها وإن شاء الله هم نصورها وننزلكم إياها ونشارككم بكل شيء إن شاء الله. هاي كانت أسئلة اليوم، إن شاء الله عجبتكم وإن شاء الله استفاديتوا من عدها. إن شاء الله هم كل فترة نأخذ أسئلة ونجاوب عليها مثل ما عودتكم وقلت لكم دائما، كل فترة نأخذ أسئلة نجاوب عليها. طبعا هاي لأن ماكو إنتاج وماكو يعني شيء نصوره جديد، فقلت خلي أصوركم هاي الحلقة البسيطة وإن شاء الله تعجبكم. وشباب خصوص الجهنمية، الجهنمية هاي هم سألني شخص عليها، قال مو مثل الأول ما جبتها كانت بها ورد وهسه صفرة مثل ما تشوفون. نشرتها بالجروب مال الزراعة، عندي جروب مال الزراعة يعني دائما يعني أقلب به، فسألتهم قالوا هاي نقص شمس. صحيح نقص شمس لأن الشمس جاي تلوحها كلش قليلة هاي، لأن هنا نخليها، فإن شاء الله راح أطلعهن برا المحمية منا ما يتعافن، ومن نكبر المحمية نخليها، لأن السقف راح أسوي مال المحمية منا كبرها راح أخلي هذا السقف مفتوح بس يم على مود تدخل الشمس أكثر، فراح إن شاء الله أخليها يعني بالصفحة ما تطلع بيها الشمس بكثرة. وماكو شيء جديد بالمحمية، هاي الطيور ما شاء الله زينة صحتهن. شباب وهاي نهاية الفيديو، إن شاء الله عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك، إن شاء الله القادم أفضل. تحياتي للجميع.